أعمال اللي بدأ تصويرها من أشهر في الكويت هو مسلسل ماذا لو من بطولة عدد كبير من النجوم، ومن بينهم منذر رياحنا اللي لأول مرة يشارك بمسلسل كويتي، وهذا اللي حنشوفه بتراكينج ستوري نمبر 3. حسيت بالكرو بأنه أنا في عيلتي وكأني أنا في الأردن، فوالله قلبي ما طبعنيش أني أسافر، فضلينا حتى في فترة البريك جزء له علاقة في الشغل، يعني الواحد أنه يتابع شغله، بس الشباب هياتهم كلاتهم ما قصروا. ومن أجواء الكواليس حسينا بالدعم الكبير اللي بيحاول كل أعضاء فريق العمل أنه يأمنوا للممثلين، فشخصيات المسلسل تتطلب تركيز كبير، خاصة وأنهم يختبروا حالات نفسية ومشاعر مختلفة من خلال المواقف اللي راح تتنوع بين الأكشن والتراجيديا. حلوة هذه. صعب جدا لانه الحاله بتمسني وبتخصني بهذا العمل تحديدا. يعني بشوف في كم من الاعمال، في اعمال بتلمسك انت بشكل خاص كممثل، وهذا من الاعمال اللي لمستني بشكل خاص. كلام ثاني ايه؟ لا تحاتي. فمنذر راح يجسد من خلال شخصيته حالات إنسانية تحاكي الواقع وتضعه بمواقف يضطر فيها أن يختار. الرئيسية في ماذا لو بأنه دائما الإنسان عنده خيارين، ما فيش عنده الخيار الثالث، وفي لحظة من اللحظات بيشوف أنه القرار اللي اتخذه هو صائب أو القرار اللي اتخذه هو لا، ولكن في النهاية راح يأخذ القرار، النتائج تأتي فيما بعد، في قرارات بتيجي مدروسة وفي قرارات أنت تجبر عليها. إلى معشوق قول لي جاهز ندور. جاهز. وهذه النتائج أيضا راح يعيش أحداثها عدد كبير من فريق العمل، اللي من بينهم خالد أمين، نور الغندور، أسيل عمران، ليلى عبد الله، عبد الله عبد الرضا، وروان المهدي. روان مهدي. أوكي. راح تشوفوا كاركتر خطير جدا 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 بهذا المسلسل. علاقتنا متزوجين، نحب بعض. بس يعني حبايب أكثر من يعني. صح. علاقة تقليدية. يعني. فيها فليفر خاصة، فيها أشياء ما كنا شايفينها. طبعا فليفر بمعنى نكهة. شكرا يا حبيب قلبي عمري على هذا الجو الرومانتيكي. أما إن شاء الله يعجبكم، بس إحنا وايد مستمتعين بالشغل، يعني هذا أهم شيء. أتوقع إذا الممثلين والطاقم كان مستمتع بالشغل فإن شاء الله الشغل راح يكون صح حلو ممتع. واستمتاع روان بالتصوير خلاها تتحمس وتقرر توقف ورا الكاميرا لمتابعة أحد مشاهد تصوير منذر. 16-17 هذا المشهد اللي راح نعيده. وغير اهتمامها بالتصوير، روان كان عندها وجهة نظر من ناحية إنتاج العمل ككل. اللي احنا سوينا واتفقنا عليه كله وكان صح ان احنا قاعد نصور من واحد، يعني بالترتيب حلقة 1-2-3-4 نخلص الحلقات بالترتيب، فهذا التدريج في الاوردر خلانا يعني نروح سموذ لدرجة انها صارت تصدق اللي بيصير معاها وتنسى انه تمثيل. بالنسبة لي هذا عمل خاص، لان الحالة خاصة وانسانية جدا، وانا احب وايد القصص الانسانية، و الحلو بالموضوع ان وصلنا مرحلة في الطبيعية وفي الصدق. أتوقع إحنا يعني أنا مع نفسي مرات حتى أنا أشوف المشاهد يعني حق دراسة وكذي، مرات أقول أنا مو صادقة، يعني مو صادقة إن أنا مصدقة نفسي كممثلة. وهذا اللي كان المخرج حريص إنه يوصله من أول يوم تصوير، زي ما كان أيضا حريص لإنهاء التصوير والمونتاج بنفس الوقت. يعني إحنا قاعد نتكلم اليوم، أنا خلينا نقول عندي 65% من العمل موجود عندي كمادة منتجة خالصة، يعني أنا بالتالي مونتاجي أول بأول، يعني مشهد يطلع من الشوت يروح الإدت يخلص، ما يقعد لي ويمكسج كامل يندز حق الموسيقى على طول دايركت. وطبعا طريقة العمل تتطلب فريق عمل كبير يضم خبراء من عدة دول عربية. كل مشهد عم يتصور بالنسبة لأكيد المخرج حسين الدشتي، يعني هو شايفة من منظوره أنه يشوفها بكل الأبعاد. أهتم بالحوارات مع الممثلين، لازم تكون شوية حوارات دقيقة، حوارات عميقة، بعيدا عن الحوارات النمطية أو الاعتيادية. وقسمنا العمل
بطريقة حلوة، إن خلينا كل واحد يعرف شنو مهمته في الشغل، وعرفنا شلون احنا نقسم المهام. هذا العمل كثير عم بيأثر فينا، لأنه عائلة وحدة عم نحس، مش إنه عم بحس بالغربة أو شيء. الشيء اللي أنا بيني وبين نفسي، أنا حاب إني أطور من يعني الشغل اللي قاعد أسويه. مشواري ما أصعب، مشواري صعب، على درب الهوى، على ضفاف القلب. على أي حال، المخرج حسين دشتي كان كشف لنا أنه على الرغم من انشغاله بهالمسلسل، إلا أنه عم بيحضر العمل الجديد، ولكن رح يبدأ تصويره بعد رمضان، واسمه ثلاثة في. وقال لنا أيضا أن العمل راح يتصور برا الكويت، أما بطولته فراح تكون لممثلين من نجوم الصف الأول من الشباب. وهلأ منكمل أخبارنا مع